السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. تحل علينا الذكرى الثالثه لانطلاق بث قناه بلقيس كقناه معنيه بالعمل الصحفي والاخباري اليومي. شهدت القناه تحولات كبيره وغطت كافه الاحداث على امتداد الخارطه الوطنيه، انطلاقا من كونها صوت اليمنيين. اختارت القناة الانحياز الواضح والصريح لقضايا الإنسان اليمني المقهور، وكرست جهدا كبيرا لتبني قضايا حقوق الإنسان ومعاناة اليمنيين. التزمت القناة خطا تحريريا واضحا يقوم على المهنية والمصداقية والوصول إلى قاعدة عريضة من الجمهور عبر الانتشار الكبير والواسع لمراسلي القناة في غالبية المحافظات اليمنية. في الذكرى الثالثة ما زالت القناة في بدايات مشوارها الإعلامي والمهني، تؤمن أن الكلمة الأولى لجمهور القناة ومتابعيها، فهم غاية الرسالة وهدفها. في هذه الحلقة نقترب من جمهور القناة أكثر ونترك لهم المجال لتقييم أدائها ووضع المقترحات ورسم خطوط العام الرابع للقناة. لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي. كان حلماً راود الكثيرين لسنوات، ثم تبلور هذا الحلم ليصبح فكرة ثم تجربة ماثلة للعيان وحاضرة في كل خبر. هكذا كانت حكاية أول قناة إخبارية يمنية متخصصة، بلقيس، التي اختارت هذا الاسم لتمثل الهوى والهوية لليمن واليمنيين. ولدت القناة في ظرف عسير، لكنها رأت في هذا الظرف ما لم يره غيرها، فالأوضاع الاستثنائية عادة ما تأتي بتجارب استثنائية. اعتمدت القناة في اختيار طاقمها على معيار الطموح والاحترافية، فأتت بطاقم شاب متنوع الأفكار والمشارب، كان هو وليد ظرف استثنائي أيضا. بدأت المحطة بمكتب رئيس لها في العاصمة صنعاء، ومراسلين في بقية المحافظات، ومكتب إدارة وتحكم في اسطنبول تركيا. لكن انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن أواخر عام 2014 جعل القناة وطاقمها ضمن قائمة الميليشيا في الاعتقال والنهب، وهو حدث أضاف لأولويات القناة المتمثلة بالرسالة الصحفية مهمة الوقوف ضد الانقلاب. انطلقت حرب الميليشيا على المحافظات اليمنية وعملت على إطفاء أصوات اليمنيين الرافضة لانقلابهم على الدولة، إلا أن قناة بلقيس أبت إلا أن تستمر في أن تكون صوتهم الذي لا ينطفئ. وبالتزامن مع قمع الميليشيا وانطلاق فوهات بنادقها ومدافعها، انطلقت عدسات كاميرات قناة بلقيس لتغطية الحرب ونقل معاناة الناس وجرائم الحوثيين. من اسطنبول كان بث القناة الحي 6 ساعات يوميا، ليمتد إلى 8، بعد ذلك ف16 ساعة، حتى وصل إلى 24 ساعة، لتكون بذلك أول قناة يمنية تبث على مدار اليوم. وقد حرصت القناة على أن تكون دوما إلى جانب المواطن، تتلمس همومه وتنقل معاناته بمصداقية ومهنية، وهذا ما جعل من طاقمها هدفا لميليشيا الانقلاب التي ترتكب الجريمة وتقتل الشهود. فكان المراسل عبد الله قابل أول شهيد للقناة في سبيل قدسية الرسالة الإعلامية، الذي استشهد بطائرات التحالف العربي بعد وضعه من قبل الحوثيين في أحد مخازن السلاح بمحافظة ذمار، ثم ما لبث أن تبعه زميله المصور محمد القدسي في قصف لميليشيا الحوثي على إحدى الفعاليات بريف تعز. وبعد أشهر كان المصور الصحفي عبد الله القادري الشهيد الثالث للقناة والحقيقة، والذي قضى في قصف آخر للميليشيا ذاتها في منطقة قانية بمحافظة البيضاء. وقبل وأثناء هذه التضحية العظيمة التي دفعتها القناة، تعرض العديد من طاقمها في الميدان لمضايقات واعتقالات، وهو ثمن باهظ دفعته لتكون دوما إلى جانب المواطن. كانت بلقيس الشاشة الأولى التي عرضت جرائم ميليشيا الحوثي والتحالف العربي واستهدافهما للمدنيين، فيما كان ولا زال يطلق عليها بالضربات الخاطئة، وهذا ما جعل القناة محل غضب جميع الأطراف السياسية آنذاك. لكنها بهذا جعلت من نفسها الأقرب إلى الجماهير التي تكره المغالطات ومجاملي أمراء الحروب. ليس من السهل العمل في بيئة كبيئة الحرب والصراع، وليس من السهل الاحتفاظ بالمهنية والموضوعية أمام حجم وتداخل الصراع في اليمن، لكن القناة اجتازت كل ذلك بجدارة لتقف إلى جانب المظلومين، مكتفية بأن يظل ذلك رأس مالها الحقيقي.
إذن مشاهدينا نبدأ استقبال الاتصالات، ومعنا اتصال من الرياض عبد الرحمن شجون. سيد عبد الرحمن مرحبا بك. أهلا وسهلا عبد الرحمن، مرحبا بك. اليوم تأتي الحلقة تزامنا مع انطلاقة أو الذكرى الثالثة لانطلاقة قناة بلقيس، يعني اليوم الحلقة متاحة لكم لوضع ملاحظاتكم وأيضا يعني رؤاكم التي سوف تطرحونها على القناة، تفضل بمشاركتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة بلقيس وطاقمها على ما يبذلوه من جهد لإيصال الحقيقة للرأي العام، ونقول في ذكرى تأسيسها أنها قناة كل اليمنيين، فهي تمثل صوت المواطن اليمني المغلوب على أمره بتوصيل معاناته للعالم. ويحسب لها أنها تتواجد في مناطق الصراع لتغطية الأحداث، حيث أنها كما أسلبتم في التقرير قد فقدت 3 من مراسلها خلال تغطيتهم لهذه الأحداث، وآخرهم الشهيد الذي استشهد في البيضاء. وقد تعرضت قد تعرضت للنهب والسلب وهدد طاقمها، إلا أنها لا زالت مستمرة رغم التهديدات التي تمارسها ميليشيات الحوثي. فقناة بلقيس ما زالت حتى الآن هي القناة الأقوى لدى قطاع عريض من المشاهدين في اليمن، وبرغم كثرة القنوات اليمنية إلا أن قناة بلقيس هي الأكثر مصداقية ومهنية، فهي لا تبني صداقات ولا تتبنى فكرا ولا جماعة ولا حزبا، فهي قناة مستقلة بما تعنيه الكلمة. إذا نقول في نهاية المطاف، قناة بلقيس تمثل الرأي الحر الذي يثق به الشارع اليمني بما تمثله من معاناة، وتوصل رسالته لدى العالم. طيب عبد الرحمن، يعني الآن القناة يعني قادمة على عام رابع، يعني هناك ربما هذه الحلقة التي خصصتها إدارة القناة هي تبحث عن ملاحظاتكم وأيضا آراءكم حول أداء القناة أو أشياء أنتم ترون فيها قصور يعني في رسالة القناة وتريدون أن تقدموا بعض الملاحظات، يعني الرأي متاح لكم. القصور هنا لا يشمل، لأن لا نقول عليه قصور، القناة بلقيس يكفينا فيها أنها تمثل المصداقية المهنية، يكفينا أنها تمثل صوت الشارع اليمني، يكفينا أنها توصل معاناة الشارع اليمني والمواطن اليمني. هناك كثر القنوات اليمنية، لكن لا توجد هذه المصداقية، لا توجد القناة التي تمثل هذه المصداقية التي توصل معاناة الشارع اليمني. هناك أزمات، هناك حرب طاحنة تأكل الأخضر واليابس، لا توجد أي مصداقية لدى أكثر القنوات. نحن لم نلاحظ أي إشكالية أو قصور في هذا الجانب. نعم. إذا كان الجانب شيء آخر أو قصور مادي، نعم، لا يعنينا، نحن تعنينا المهنية والمصداقية بشكل أكبر. إذن أشكرك جزيلا عبد الرحمن شجون، كنت معنا من الرياض. متصل آخر صادق أحمد عبدو من تعز. صادق مرحبا بك، حياك الله، أهلا بك صادق. اليوم خصصت الحلقة للذكرى الثالثة لانطلاق قناة بلقيس، يعني مشاركتك حول هذا الموضوع. حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قناة بلقيس في عامها الثالث تعتبر هي من أفضل القنوات الإخبارية اليمنية المتابعة للأحداث، أولا بأول على المستوى المحلي ونقل الحدث من الشارع والتزامها بالشفافية والحيادية. نعم. ومتابعة ومناقشة موضوع الحدث أيا كان السبب، فهي تنتصف كل الأطراف، وإلا والأفضل فيها أنها لا تتستر عن أي حدث يقع حتى وإن كان من قبل الحكومة الشرعية والتحالف الدولي. نعم. فإذا وقعت تجاوزات أو أخطاء منهم فإنها لا تغض الطرف، وتعتمد منبرها كما هو الحاصل من بعض القنوات اليمنية الأخرى بإعلانها ومنابرها. استطاعت قناة بلقيس التعبير عن الشارع اليمني وعن قضاياه، فهي سيدة المواقف وأم الشارع اليمني، فهي متابعة لكل القضايا المستجدة في الشارع، حيث أنها
تعد تقرير لكل قضية ومناقشته مع كل أطراف القضية. كل يجلب رأيه وحبته، والأخذ بهم إلى حلول توافقية، مع العلم أنها لا تقت مع طرف ضد طرف حتى لا تسد باب النقاش وعدم الخروج بحلول وتزيد الطين بلة، كما أسلفنا أن من جدها الشادية. نعم جميل، لكن هل لديك مقترحات يمكن إضافتها للقناة في عامها الرابع؟ عيد السؤال لو سمحت. يعني أنت كمتابع للقناة ربما لديك رؤية كاملة حول القناة وأدائها خلال الفترة الماضية، يعني الآن القناة داخلة على العام الرابع، يعني هل لديك ملاحظات ممكن أو مقترحات يعني يمكن لك أن تضعها كي يتم استيعابها والنظر فيها؟ توجد هناك بعض الملاحظات، لا نقول أن القناة كاملة تماما وإيجابية كاملة، لكن توجد بعض السلبيات، لكن نستطيع أن نقول أنها ربما قد تتجاوزها في السنة هذه الرابعة إن شاء الله من خلال البرامج الممتازة والمثيرة والشيقة إن شاء الله. إذن شكرا لك صادق. صحيح أن نعم، شكرا صادق. نكتفي بهذا. معنا متصل آخر، سليم الهلالي. سليم مرحبا بك. اهلا وسهلا، حياك الله حبيبنا. اهلا بك سليم، يعني تحدثنا من اين؟ تحدث معي من المملكة العربية السعودية من جيزان. اهلا بك سيد سليم، نتحدث اليوم عن الذكرى الثالثة لانطلاقة قناة بلقيس، ما هي الرسالة التي توجهها للقناة في هذه المناسبة؟ حياك الله حبيبنا أخ شادي. نوجه صراحة أولا نهنئ إدارة وطاقم قناة بلقيس، وفي هذا في هذه الذكرى للقناة، ونقول لهم أولا في هذه الذكرى الرابعة في الذكرى الثالثة نهنئ الإدارة وطاقم القناة على هذه التغطيات وعلى هذا الأحداث التي تقوم بتغطيها قناة بلقيس، ونقول لكم من نجاح إلى نجاح. صراحة قناة بلقيس أصبحت قريبة من كل اليمنيين، أصبحت في وقتنا الراهن وفي واقعنا كانت قريبة جدا من اليمنيين ومن معاناتهم ومن آلامهم، وخاصة قضايا المغتربين. لقد قامت بتغطية شاملة وكاملة لقضايا المغتربين، ونتمنى المزيد. يعني هي قامت بما لا يقومه أكبر سياسي كبير تجاه المغتربين. لأن عملت صراحة في هذه القضايا، طرحت أشياء كثيرة وناقشت مع مسؤولين سعوديين، ونتمنى ولازلنا وهي كذلك يعني في هذا المجال نتمنى أن تستمر في تغطيها المباشرة، ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نتمنى أن تستمر في هذا النهج، ونتمنى أن برضو أن تكون قريبة من كل الأطياف، وهي كذلك يعني طبعا، لأن تكون في الحياد وتكون قريبة من كل الأطراف، ونحن نلفت في هذا من هذه القناة أنها تناقش مع كثير من ليست هي محتجة لطرف أو لحزب، لكنها قريبة من كل الأطياف. فما إيش اللي يعني نتكلم في هذا في كل ما أريد. أشكرك سليم الهلالي. نستقبل اتصال آخر. معنا حسن القدسي. حسن مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد حسن، تحدثنا من أين؟ أنا أحدثكم مدينة إسطنبول. أهلا بك سيد حسن، نتحدث اليوم عن الذكرى الثالثة من انطلاقة قناة بلقيس، ما هي الرسالة التي توجهها للقناة؟ أولا أبارك لكم هذه الانطلاقة الرائعة الرائدة في عالم الإعلام طبعا، وتعتبر قناة بلقيس طبعا من القنوات اليمنية الرائدة في هذا المجال، يعني أصبحت الوجه الثاني لكل اليمنيين في الخارج والداخل لفهم الوضع على مستوى السياسة، على مستوى الاقتصاد،
طبعا أبارك لكم هذه النقطة. وقناة بلقيس بالنسبة لي كمغترب أنا أعتمد عليها بشكل كبير في كثير من نقل الأخبار، و يعني في أيضا إيصالها للأسرات في الجانب الآخر عندما سألنا عن أي وضع، فطبعا على البال دائما بتجي قناة بلقيس، وأشكركم جزيل الشكر وإن شاء الله من إبداع إلى إبداع. نعم. طيب يعني الآن في العام الرابع الذي يعني ستقدم إليه القناة، يعني ما الذي تأمله من قناة بلقيس في قادم الأيام؟ والله قناة بلقيس إلى الآن مستوى خيالي ورائع جدا، يعني لا يوجد هنا قصور لأبلغكم به لتقوموا بسد هذا القصور أو هناك فجوة أو كذا، يعني رائعة ومبدعة وهذا أقل ما يقال عنها. يعني ربما في اليمن أو كذا، يعني ما أظن أن هناك قناة تشاهد بقدر قناة بلقيس على مستوى التصدر في الأخبار العاجلة، في الأخبار العالم الاقتصاد، عالم السياسة، تعتبر قناة بلقيس الرائدة على مستوى حتى نقدر نقول الوطن العربي، أن مراسلون في كل مكان في عالم الصحافة، في يعني رائدة ومبدعة وممتعة، وأتمنى لها النجاح الدائم. يعني ما عندي أي شيء ربما أقول لكم أنه لم يكن كذلك ويجب أن يكون كذلك، يعني هي مبدعة ونتمنى أن يستمر هذا الإبداع والطموح. أشكرك حسن، أشكرك حسن القدسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نستعرض الآن مجموعة من المنشورات أو التعليقات التي كتبت حول هذه الفعالية على الفيسبوك، نستعرضها سويا. مشاركة أولى لمحمد الحقب يقول: قناة رائعة للأمانة وأكثر ما يميزها الحيادية والتنوع. تعليق آخر أبو حافظ المجيدي، أبو حافظ يقول: قناة بلقيس تعتبر الأفضل من بين جميع القنوات اليمنية، تتلمس معاناة المواطن اليمني عن قرب، تحاول أن تكون مهنية بالقدر المتاح، ننتظر منكم الأفضل. تعليق آخر عبد الفتاح الشجاع، عبد الفتاح يقول: قناة جدا رائعة وكادرها أروع. شكرا يا عبد الفتاح، نتمنى منها فقط السماح للجانب الآخر من الواقع بنصف وقتها حتى تكتمل رسالتها، وفقكم الله. تعليق آخر عيسى سعيد ديجول، عيسى يقول: يجب عليه إشراك أكثر من جميع شرائح المجتمع، بمعنى يجب إشراك الجميع من السياسيين وغيرهم دون انفراد لجهة معينة، وهذا ما يتم يا عيسى. تعليق آخر فؤاد عامر، فؤاد يقول: قناة رائعة ونجاحها سيستمر ولو استطاعت تحافظ على المسافة الفاصلة بين العمل المهني وقناعات المشرفين عليها. تعليق آخر محمد عز، من أفضل القنوات اليمنية الجيدة التي تميزها تحت بند كل الآراء هنا، لكن حد اللحظة ما زالت تعاني من نقص كبير في سد وقت الفراغ وإملاءه بالبرامج. القناة جميلة من حيث المبدأ ومستهجنة من حيث النزعة التقليدية التي تحاول أن تكون لها هوية كقناة الجزيرة. ملاحظات سيتم التعامل معها. إذن المنتصر يقول: ألف 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 مبروك بمناسبة ذكرى انطلاق قناة بلقيس، أشكر كل الصحفيين والعاملين في القناة الرائعة. قناة بلقيس تمثل لنا الصوت اليمني، صوت الشعب الحر. نعم، استطاعت أن تعبر عن رأيي ورأي واسع من أبناء الشعب والشارع اليمني. إذن نواصل في استقبال اتصالاتكم. معنا إبراهيم الدغيرير، مرحبا سيد إبراهيم. هلا وسهلا شادي، أهلا بك إبراهيم، تحدثنا من أين؟ من السعودية. يا هلا إبراهيم، نتحدث اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق قناة بلقيس، ما هي الرسالة التي توجهها للقناة؟ لا، أنا أعتقد قناة بلقيس هي قناة رائدة وقناة يمنية، يعني انطلاقة قوية من حيث الكادر الإعلامي المتواجد فيها ومن حيث الأداء الإعلامي بشكل متميز. ولكن الملاحظة التي أقدر أقول عنها تفضل. هي السنتين الأولى كانت قناة لا أجمل منها، يعني بالتغطية الإعلامية سواء الميدانية أو البرامج السياسية الموجودة على الشاشة. نعم. لكن الذي نقدر ننتقده هي التغيير منذ سنة واحدة، هي أصبحت يعني أقول منحازة في بعض برامجها أو في بعض
البرامج يعني توصفهن الوصف غير انه غير متكامل انه ضد اشخاص اصبحت تمثل اشخاص في بعض البرامج ليس كامل الاوقات ولكن هذا وضح وضح ابراهيم وضح يعني كيف لا في مثلا في بعض البرامج تستضيف طرفين يعني تستضيفها مثلا شخصين من طرف واحد يعني هذا شيء ما تنقلش وجهة القناة الكامل للذي يعيدها والذي عرضها وتجمع كل الناس طيب. على مشاهدة القناة في هذا الشيء الذي أنا أختلف معه فقط أما من حيث الإعلام يعني في إعلاميين راعين وكاد إعلامي متميز وهذا إعلامي كبير طيب إبراهيم هي ملاحظة مهمة يعني وهنا وجب التوضيح بهذه الملاحظة ربما القناة يعني حريصة بشكل كبير على إبداء كل الآراء ولكن إذا ما تحدثنا على الطرف الآخر المتمثل بالميليشيا يعني هناك محاولات كثيرة لأن يكونوا ضمن البرامج يعني أن يكونوا ضيوف متواجدين في معظم التغطيات والبرامج ولكنهم يعني إما تقابل بالرفض أو أنهم يخرجون يعني في مشاركاتهم سيتم الخروج عن اللياقة وعن الأدب في الحديث فلذلك يتم تجنب إشراكهم من هذا الجانب ولكن أيضا هناك للناس العقلاء هناك أيضا برنامج فضاء حر لو تتابع هذا البرنامج هو يأتي بجميع الأطراف سواء يعني كانت رؤاهم مختلفة ويتم النقاش بشكل مهني وبشكل يعني لائق لا بعيدا عن يعني الشتم والأساليب التي يعني ربما تزعج الطرف الآخر فيحاول أن يعبر بهذه الأساليب من خلال الشاشة نحن نتجنب لهذه الإشكالية هذا للإيضاح فقط طيب يعني الآن القناة مقبلة على عام رابع جديد يعني ما هي أبرز الملاحظات أو ما الذي تتمناه من القناة أتمنى من القناة أن تكون قناة في برامجها واسعة النطاق تجمع أنا ما أتكلم على الأشخاص الذين لا يعرفوا يتحدثوا مثلاً من الطرف أخرى نوته أي شخص اجمعوه في القناة أو جيبوه علشان يرد في بعض البرامج هو الطرف الآخر إما يرفض وإما يشارك بأسلوب رديء فهنا يتم التجنب لهذا السبب لا في ناس عقلاء من كل الاطراف لا مو ضروري انت تجمع اي شخص في ناس عقلاء يمثلوا هذا الاطراف وهم لا يقبحون في اي كلام حتى في انا اتابع يقابلوا في القنوات المعارضه كلها ويدوا كلام بما يجب ان يكون لكن وكانت بلقيس كانت قبل سنه واحده كانت تجمع كل الاطراف كانت تجمع مثلا نقول كذا من المؤتمر الشعبي العام من الاصلاح من اي احزاب معارضة في الميدان هو صدقني يا إبراهيم لو تابعت القناة هو حتى الساعات السابقة كل الأطراف يعني الذين يتعاملون بعقلانية موجودين سواء من المؤتمر أو من جماعة الحوثي أو من كافة الأطراف هم يعني موجودين ضمن أي برامج حوارية أو تغطيات أو نشرات لكن من يرفضون الظهور نحن لا نستطيع إجبارهم على المشاركة لا في مثلا اخص بالذات فضاء حر وفضاء واسع للنقاش كما تقولوا المفروض ان تكونوا تجمعون من كل الاطراف حتى من الطرف المعارض لكن انكم تفعلوا فضاء حر وتجمعوا شخصين يمثل طرف واحد يعني بحسب هذا الموضوع يعني ضروري يعني يكون هناك وجهات نظر اخرى طريقه اخرى للتعامل عشان يفهم المشاهد ان القناه تقدم لنا من الان تقدر القناه بالشكل الاخرى الذي القنوات الاخرى اليمنيه انا اقول هذه القناه افضل منهم بكثير ولكن ادائها من هذه الناحيه ان هي تضيف ضيفين من طرف واحد هو بوجهه نظري هذا الذي انا يعني اتمنى ان تحلوا مشكلتك نعم. اذا وجهه نظر مهمه وتحترم يا ابراهيم شكرا جزيلا لك مشاركه اخرى شكرا مختار الوجيه مختار مرحبا بك حياك الله اخي العزيز واحيي قناتكم الرائعه قناه بلقيس اهلا بك مختار تحدثنا من اين انا حدثت من الرياض اهلا بك مختار نتحدث اليوم عن الذكرى الثالثه لانطلاقه قناه بلقيس ما هي الرساله التي توجهها للقناه اولا اخي العزيز قناه بلقيس هي مثلها مثل بقيه القنوات الفضائيه اليمنيه من غير الرسميه والتي كان لها الدور البارز في مساندة الجيش الوطني في الجبهات ولديها الدور البارز في فضح جرائم ميليشيا الحوثي وفي الدفاع عن السيادة الوطنية رسالتي أنا لقناة بلقيس يا أخي رسالتي هي أرجو أن تستمر قناة بلقيس بأدائها بشفافية كاملة
نحن الآن يا أخي العزيز نريد قنوات فضائية، نريد إعلاميين أن يتكلموا بكل شفافية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن. لا نريد أي مواقف ضبابية لأي قناة، سواء كانت قناة بلقيس أو غير قناة بلقيس. نحن اليوم يا أخي العزيز لم نعد لنعاني من مسألة الانقلاب الحوثي الذي عاش الخراب والدمار في اليمن. نحن الآن لدينا عدة مشاكل وعدة أزمات في اليمن تحتاج إلى إعلام يتكلم بكل شفافية، وبحيث أيضا أنه يتجنب يعني تقدر تقول التجريح في الآخر أو في الإسراف في انتقاد التحالف العربي وإلى غير ذلك. نعم طبعا أي انتقاد هو يحمل حجة يا سيد مختار، ولكن نحن نتحدث يعني هل القناة استطاعت التعبير عن صوت الشارع اليمني كونك أحد المواطنين وعن القضايا المختلفة التي تهم هذا الشارع؟ نعم قناة بلقيس لا ينكر دورها إلا جاحد طبعا. كيف؟ وهي بالأول الأخير يعني لو توضح كيف يعني كيف استطاعت القناة التعبير عن صوت الشارع اليمني بماذا؟ يعني أنت كمواطن. أنا كمواطن يعجبني أو أرتاح لمتابعة الإعلام والإعلامي بشكل عام عندما يتكلم بكل صراحة وبكل شفافية، بعيد عن المداهنات وبعيد عن المكايدات وبعيد عن الفجور في الخصومة. قناة بلقيس هي لها سلبيات ولها أيضا إيجابيات. قناة بلقيس طبعا نقلت معاناة الشارع اليمني، لا ننسى دورها. قناة بلقيس كما ذكرت لك في مواجهة الانقلاب، لا ننسى دورها في مواجهة العصابات الإجرامية التي انتشرت الآن في كل ربوع اليمن في كل مكان، ومعروف عن هذه العصابات سواء في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية أو في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. لا ننكر الدور أيضا قناة بلقيس أيضا في الأحداث الجارية الآن في محافظة تعز في محاولة أو في طبعها للميليشيات الإجرامية الخارجة عن السلطة الشرعية. نعم. قناة بلقيس لها سلبياتها ولا إيجابيتها، لكن أنا الآن بصراحة بقناة بلقيس أنا عن نفسي أنا صراحة يعني أعجب بقناة بلقيس، ولو لأني بعض الملاحظات عليها. نعم. على قناة بلقيس، وهذه ملاحظاتي هو بالنسبة للملاحظات. بالنسبة للملاحظات مختار، هي تهمنا بشكل جيد. يعني القناة الآن مقدمة على عامها الرابع، يعني ما هي يعني ماذا تأمل من القناة وما هي ملاحظاتك؟ طبعا ملاحظاتي أولا في الجانب السياسي، ملاحظاتي على هذه القناة هي أن أول حاجة بما أنها مستمرة في الدفاع على السيادة الوطنية بكل شفافية وكل وضوح، أيضا عليها أن تحاول أن تتجنب النقد اللاذع مثلا للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بحيث أن الآن الجبهات في جبهات المقاومة هي الآن تعتبر الداعم الرئيسي لهذه الجبهات، هي من هي دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون هناك مساندة للجيش الوطني ومساندة لتقدم المقاومة، أيضا بنفس الوقت يكون في نوع من الشكر لدور المملكة العربية السعودية. هذا في الجانب السياسي والعسكري. أيضا في الجانب الاجتماعي قناة بلقيس هي تعبر عن الشارع اليمني، هي تعبر عن الجمهور اليمني، هي تعبر عن الإنسان الحضاري اليمني. هذه العادات والتقاليد سواء القبلية أو الدينية يجب أن تكون منعكسة نوعا ما على الإعلام في القناة أو على أو ما تقدمه القناة من برامج. يجب على القناة أن توفق ما بين أصحاب التيارات اليسارية سواء أو العلمانية أو التيارات المنفتحة، أيضا التيارات الإسلامية يجب عليها أن لا ترضي طرف لحساب طرف آخر، وأرجو أن تكون وصلت رسالتي يعني بمعنى. أشكرك وصلت رسالتك مختار الوجيه ناشط إعلامي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. معنا متصل آخر طهد بجاش. طهد مرحبا بك. طهد يبدو أن المشكلة من بداية الاتصال، رجاء أخفض صوت التلفاز قليلا. فقدنا الاتصال. متصل آخر، محمد الأغبري. محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك عزيزي شاهدي وعلى كل المشاهدين المستمعين للقناة. يا مساء النور. أهلا محمد، تحدثنا من أين؟ من تركيا. أهلا بك محمد. اليوم قناة بلقيس تحتفل بالذكرى الثالثة لانطلاقتها، يعني ما هي الرسالة التي توجهها للقناة كمواطن؟
بداية أحب أن أهنئ إدارة وطاقم قناة بلقيس بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق هذا القناة الأكثر من رائعة، والتي تمثل دائما صوت الشعب اليمني، والتي في كل مرة أتابعها أجدها قريبة من المواطن اليمني، ودائما ما تنقل معاناة اليمن واليمنيين لكل العالم. مع الأسف بعض القنوات انتهجت نهج الحيادية بعيدا عن الوضع المواطن اليمني، والبعض يعني ركبت الموجة، والبعض أصبحت تابعة لسياسات معينة. أتمنى أن قناة بلقيس تستمر في هذا الأداء، وأن تكون أيضا أقرب للمواطن أكثر ما تكون أقرب للمسؤول زي بعض القنوات للأسف الشديد. نعم، لكن يعني أنت كما أوضحت أن القناة يعني استطاعت إيصال صوت الشارع اليمني وأيضا القضايا المختلفة، كيف؟ من ناحية أحيانا بعض القنوات تحاول تنقل أوضاع عن 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 القيادات السياسية، لكن قناة بلقيس الشيء الحلو فيها أن عندها مراسلين، عندها ناس قريبين من وضع المواطن نفسه. استطاعت أيضا القناة أن تفضح أيضا من كان لهم يد في الحرب الموجودة في اليمن. أشياء المواطن اليمني يهمها بشكل كبير جدا أكثر من غيرها من القنوات الأخرى. لكن في شيء كنت أتمنى أنا من قناة بلقيس، يعني إحنا دائما أنا عارف إنه قناة بلقيس هي قناة أخبارية، لكن إذا كان هناك أتمنى لو يكون على الأقل يكون في برنامج واحد يهتم بجانب الشباب، مشاركة فعالياتهم أنشطتهم، كون الشباب يعتبروا الآن الطبقة المثقفة ويتمتعوا بطاقات هائلة، يقومون بأعمال جبارة تحت مظلة الأعمال الطوعية المجتمعية والمبادرة الشبابية، وأيضا هذا ما ستجدونه في اليمن إذا تابعتم الأنشطة الإنسانية، أنشطة كثيرة. لكن للأسف الشديد ربما محمد التغطية يعني كل الذي ذكرته يعني متواجد لو تابعت من خلال برامج القناة وأيضا تقاريرها، كل ما ذكرته يعني القناة أفرغت له مساحة وأيضا ركزت عليه في مراحل كثيرة، ولكن ملاحظة كهذه مهمة وسيتم الاهتمام بهذا الجانب أكبر. شكرا لك محمد الأغبري، كنت معنا من تركيا. متصل آخر عبد الله منصور، مرحبا عبد الله. حياك الله، السلام عليكم، مساء الخير لجميع العاملين في قناة بلقيس. وعليكم السلام ومساء النور. عبد الله من أين؟ كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا عبد الله، من أين تحدثنا؟ أيوة. أحدثكم من تعز. من تعز، أهلا بك عبد الله. اليوم الذكرى الثالثة أو هي غدا، ولكن الحلقة هذه خصصت للاحتفاء بالذكرى الثالثة لانطلاق قناة بلقيس. ما هي الرسالة التي توجهها للقناة كمتابع ومواطن يمني؟ أوجه رسالة للإخوة في قناة بلقيس بأن يبتعدوا عن الإثارة وأن يصنعوا الإعلام الحر الذي يصنع الإنسان الحر، وبالتالي يبتعدون عن التمترس وراء الجلوبيات أو الحزبية، بحيث يكون الإعلامي باحث عن الحقيقة وليس يصنع الحدث ولا من أشخاص آخرين. نعم، يعني أنت كل النصائح هذه أو كل الملاحظات التي ذكرتها، هل لمستها في القناة من خلال أعوامها السابقة أم ماذا؟ بداية تحتاج نهج إعلامي بعيدا عن الإثارة هو أنت تحدثت على نقاط كثيرة، من ضمنها أنه أنت تجتنب القناة مسألة الإثارة وأمور كثيرة، يعني من خلال متابعتك للقناة في المراحل السابقة هل وجدت هذا الأمر أم ماذا؟ لاحظت في الأيام الأخيرة من الفيسبوك أو يقوم بها بعض الأشخاص، مثلا قيام القناة بالتحدث عن أن الحكومة قامت برفع دعوة على الإمارات رغم أن الحكومة نفت، وهذا نوع من الإثارة والتبعية لحزب سياسي تمام.
لا لا يعني انت انت لم تتابع جيدا سيد يعني الذي حصل هو ان الحكومه رفعت بيان او اصدرت بيان لما حدث في جزيره سقطرى بوصول قوات عسكريه. نحن يعني نحن لا نناقش القضيه هذه بالذات، ولكن انا يعني حاولت ان اوضح لك الفكره انه يعني كل ما تعاملت القناه مع حدث على الارض هو معزز بوثائق وايضا بوقائع حاصله على الارض. يعني القناه لا تاتي بشيء من عندها، يعني يجب ان تكون هذه الصوره واضحه. ايوه الصوره واضحه. القناه فيها اعلاميين مهنيين وبعيدين عن يعني ويلتزمون بمهنيه، بس وتعمل محدودات للمهنيين اللي هم موجودين فيها. القناه فيها اشخاص نعرفهم جيدا، عندهم مهنيه و قبل الإدارة، بالتالي أنا أنصح الإدارة أن تجعل صاحب رؤية يصنع الحدث ولا غير حقيقية. نعم، إذا أشكرك عبد الله منصور، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نستعرض الآن بعض المشاركات التي وصلت حول موضوع الحلقة على الواتساب، نشاهدها سويا. تعتبر قناة بلقيس من القنوات المتميزة والرائدة في المجال الإعلامي، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة منذ انطلاقتها أن تكسب ثقة المواطن اليمني أو المشاهد اليمني وثقة المهتمين بالشأن اليمني من خلال برامجها المتنوعة السياسية والاجتماعية والثقافية. عالجت الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع اليمني، المواطن اليمني سواء في الداخل أو الخارج، سواء مشاكل المغتربين أو المشاكل الأخرى، كونت رأي عام وساعدت في حل الكثير من المشاكل المعقدة التي يعاني منها المجتمع، وكونت رأي عام أيضا في قضايا وأمور أخرى تهم المجتمع اليمني بشكل خاص. رسالتي أوجهها إلى القناة أو قناة إلى قناة بلقيس، القناة الرائدة، القناة الجميلة، القناة التي متنفس كل اليمنيين، قناة رائدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من واصلوا ونحن معكم، أنتم متميزون. رسالة لقناة بلقيس الفضائية كما بدأت يجب أن تستمر. أذكر أول انطلاق لها حيث كان هدفها المصداقية وعدم التبعية الحزبية والطائفية، ولمسنا ذلك في برامج عديدة تمثل قناة بلقيس الصورة القريبة للواقع، في حين كان العديد من القنوات عملها عكس ذلك من قلب الحقائق والأحداث حسب المصالح الشخصية والحزبية والتبعية. يكفي أنها القناة الأولى في اليمن بعد قناة السعيدة التي لا تدعو لتمجيد الأشخاص والأحزاب السياسية. استطاعت قناة بلقيس التعبير عن صوت الشارع اليمني وقضايا مختلفة، نسبيا هي أفضل من نظيراتها في نظري. إذن مشاهدينا كنا مع بعض المشاركات التي وصلت عبر الواتساب، نتابع أيضا مجموعة من المشاركات التي كتبت على صفحة البرنامج في الفيسبوك، نستعرض سويا. أسامة يقول: بصراحة أنا كنت أبحث عن صحة أي خبر أو إن كنت أبحث عن صحة أي خبر منتشر في القنوات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أتابع قناة بلقيس فقط وأتأكد من الخبر إذا كان صحيح أم إشاعات، لأنها قناة لا تبث أي خبر حتى يتم إرفاقه بإثبات. قناة متواجدة في كل الجبهات وفي كل الأماكن، تبث جميع الأحداث الحاصلة في اليمن أيا كان نوع الحدث. قناة توقف أمامها إجلالا واحتراما لكل ما تقدمه من شفافية ومصداقية. تحياتي لكل العاملين فيها من أصغر موظف إلى أكبرهم. نشكرك يا أسامة. عمار نعمان الواسعي يقول: شكرا قناة بلقيس، قناة كل اليمنيين، شكرا للمذيعين والعاملين والقائمين عليها. قناة بلقيس قناة كل اليمنيين تعبر عن صوت الشارع اليمني، عن قضايا المواطن اليمني. شكرا يا عمار. إذن نعود للاستكمال واستقبال اتصالاتكم. معنا نبيل الفقي، مرحبا بك نبيل. سلام الله عليك أخ شادي وعلى الجمهور الكريم. وعليك السلام. نبيل تحدثنا من أين؟ من السعودية.
أهلا بك يا نبيل. اليوم يعني موضوع الحلقة هو نتحدث عن الذكرى الثالثة لانطلاق قناة بلقيس، ما هي الرسالة التي توجهها للقناة؟ دعني أخ شادي نهنئكم ثم نقيم أداءكم ثم نقترح عليكم. تهنئة لكم لك أخ شادي ولجميع العاملين وكل العاملين هناك خلف الكواليس أو الذين يظهرون على الشاشة، وهناك كادر لا بأس فيه وهو يسعى إلى الاحترافية يوما بعد يوم، وهذا ما ظهر جليا على أداء القناة لمعرفة كثيرة في بعض الإعلاميين، وكذلك من يعملون في الداخل فهم يبذلون جهد كبير جدا، انعكس هذا على شاشة بلقيس، ولهم كل الشكر ونهنئهم جميعا. وهذا ليس عمل فرد وإنما عمل مجموعة منظمة تعمل بإتقان تسعى لأحداث معينة واحترافية، وهذه ظهرت على الشاشة. تقييمنا لأداء القناة، كلنا يعرف أننا كنا في إلى قبل سنوات لم يكن لدينا إلا قناة واحدة تتبع النظام ولسان حالها مثل فرعون، لا أملي لسان لا أملي إلا ما أملي لسان حال الفرعون، لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. فأتت هؤلاء القنوات، الناس بدأت تنظر إليها وبدأت تخرج عن المألوف والتقليد. قناة بلقيس من ضمنها، وإن كانت متأخرة عن القنوات لكنها استطاعت أن تعلو مرتبة. كنت في مأرب وكان استطلاع لمركز إعلامي عن القنوات وأداها، أعتقد حازت قناة بلقيس على المركز الأول. تقييمي لها نوعا ما ممتاز وتسعى إلى الاحترافية، لذلك وهذا عمل ممتاز، وأنها تسعى إلى دائما إلى الهموم الشعب وغيرها، وظهر ذلك جليا في معاناة الطلاب الذين يدرسون في الخارج، كذلك الأزمات التي في اليمن، كذلك وقوفها مع قضايا المغتربين، هذا شيء جيد وممتاز. أما في الجانب السياسي فالكل يعرف ذلك. إذا كان من تقييم لها أخ شادي، نعم تفضل. اقتراحات فهو غياب الفن النوعي أو الرسالة النوعية أو المخاطبة العامة، كلنا يعرف أن العامة تريد لغة عواطف وغيرها، وكان برنامج أعتقد ولا نقص ممتاز جدا، لفت الأنظار بقوة، لأن العامة لا نتركهم لمواقع التواصل أو نتركهم لبعض القنوات التي لا تبث إلا الإشاعات وغيرها سواء في الانقلاب أو غيره. مخاطبة العامة شيء مهم، لابد من برامج لها، مثل ما برنامج عصام القيسي لمخاطبة النخبة، نريد برنامج مثل برنامج العربي جوشو، مثل محمد الرب في عاكس قط. البرامج هذه مهمة لمخاطبة العامة، لا نجعلهم لغيرنا، وهدفنا هو تحرير العقل العربي. وأما كذلك الطابع السياسي، صحيح أنه غالب على القناة وعلى كل القنوات بحكم أننا في ظرف سياسي، لكن لا بأس من البرامج الشبابية وغيرها وهي موجودة في القناة، نحن نعذرها لأن الظرف سياسي بقوة. غياب الفنانين الشعبيين الذين يخاطبون العامة، سواء الفن الشعبي أو كذلك الفنانين من خلال اللقطات الساخرة كذلك التي تصل إلى الجمهور بأسرع وقت، لأننا نخوض أخشادي معركة في السلاح، نريد أن نخوض معركة وعي، لابد لنا من الأدوات هذه سواء الفن أو اللقطات. وضحت ملاحظاتك مهمة، أشكرك جزيلا سيد نبيل الفقي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا مشاهدينا. يعني نكتفي بهذا الكم من الاتصالات، أشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج الزميل عمر النهمي، وهي أيضا التحيات من مخرج البرنامج عيسى إسماعيل ومن جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.